بيهيفير بروبلمز في البيدياتريك عندنا نقدر نقول ان هم او المينتال هيلث اوردرز ان جنرال كلهم مع كلهم على بعضهم عندنا منهم 8 حاجات اساسيه هو الايموشنال اوبسيسيف كومبالسيف اوردر دي الاوبسيسيف اوردر الانكزايتي ديبريشن طبعا اكيد كلنا عارفين ديسربتيف ديس اوردرز الـ Deviance Disorder ODD Feel Conduct Disorder CD Attention Deficit Hyperactivity Disorder طبعا في Developmental Disorders اللي هي الـ Speech في الـ Intellectual Disability Disorders دي مهمة جدا الحقيقة وبعدين في الـ Pervasive اللي هي نبدأ أول واحدة من Disorder أو Trouble والوسواس القهري وده بيبقى بيبقى عن recurrent impulses, thoughts, images that are unwanted. يعني بيجيله تخيلات وبيجيله صور وبيجيله أوهام وبيجيله أفكار هو أساسا بيبقى يعني مش intended إن هو يعني أنا النهاردة وأنا قاعد بتكلم مع حضراتكم كل ما تفكيري إن أنا بتكلم الحاجات اللي بتكلم عنها النهاردة دي لكن لو جالي فجأة حاجة تانية مختلفة خالص وتبعدني وأتصرف تجاهها ده يعتبر إن هو ده وسواس قهري يعني أنا قاعد بتكلم معاكم او مثلا بسيبكم واقوم اروح وسط محاضره وتايم محدد مثلا ده حاجه بتبقى بره السبيكترم بتاع الثينكينج والبيهيفير كاتيجوريز بتاعتها طبعا في اوزف سوتس افكار تسيطر على الانسان كونستنت شيكينج واحد يبقى دايما يقعد يدور زي واحد مثلا يفضل قاعد يدور فين ساعتي فين الوقت فلان راح فين يعني واحد بيبقى عنده وسواس ولاده او قرايبه او الناس اللي معاه ويقدر يدور عليهم ويطمن عليهم زياده عن اللزوم fear of contamination الناس بقى اللي بتقعد تنظف طول النهار وماسكه في مطهرات وحاجات من دي والهوردنج الهوردنج ده اللي هو واحد بيبقى عنده الاستحواذ يعني يبقى عنده مثلا حاجه قديمه جدا فنخليه عنده ورق قديم عنده ورق قديم عنده حاجات مثلا موبايلات قديمه جدا اقلامك الصوره يعني حاجات ملهاش اي لازمه في حياته ما هياش احتفاظ بذكريات او حاجات تانية لكن يعني بيستحوذ على الحاجه يفضل حاططها جنبه يعني ده برضو بيبقى نوع من انواع الوسواس القهري ده عشان كنا تاني ايتم الانكزايتي القلق والتوتر طبعا او هو الجاد دي بيعرض بها الجنرال انكزايتي ديسوردر او جنرالايز اللي هي بيبقى غير الانكزايتي القلق العادي القلق اللي انا ممكن امر بيه ترانزينتلي اثناء اليوم ده بيبقى عادي ده انا قلقان عادي في محاضراتي في قلقان على نتيجه الامتحان بتاعه بيبقى ساعات معينه او حتى يوم او اثنين ويخلص طبعا لما يبقى مستمر الانكزايتي ده بيبقى مرض ان هو بيبقى fear that seems have no real cause من غير سبب قالوا اعراض طبيعه وبتبقى مستمره الاطفال اللي هم عندهم الجاد او عندهم anxiety generalized بيبقى worry about things that the future events past behaviors family matters قالوا جدا من الحاجات اللي حواليه child may not realize his or her worry is more intense than situation يعني بيبقى له أكثر مما الموقف يعني ده القلق أو الضغط الدبريشن طبعا الدبريشن حاجة برضو يعني نفس الكلام الحاجات الترانزيان الحاجات مثلا واحد متضايق عشان عربيته اتخدشت عشان وكوباية كسرت عشان القهوة اتدلقت عشان واحد ضايقه في كلمة فده بيبقى متضايق ترانزيان لكن major depressive disorder أو clinical depression غير depression بيعد علينا الحاجات اللي بتعد علينا يومياً واحد بيبقى عنده مرض الاكتئاب بيبقى مكتئب على طول وده mood disorder بيخلي إن هو في persistent feeling of sadness و loss of interest ده خلاص حصل وحاسس بالحزن على طول ومفيش حاجة بتجذبه خالص وبيأثر على المشاعر والتفكير والتصرفات وبيؤدي variety of emotional problems وده بيبقى الاكتئاب مزمن عشان نقدر نقول عليه حاجه مرضيه او ده طبعا ممكن يبقى عنده مشاكل انه يعمل الدي تو دي اكتيفيتيز يعني مثلا
مكتئب لدرجة مثلا ما يعرفش يشتغل، ما يعرفش أحوال بيته، ما يعرفش أحواله هو الشخصية، لبسه تلاقيه مبهدل، ده لأن هو الدبريشن أصلا عنده. وأحيانا إن هو حياة لا تستحق أن تعاش، ودي من ضمن أسباب انتحار. بقى واحد disruptive behavior problems. disruptive ده اللي هو بيظهر أكتر في preschool school age children، ده بيتضمن التمبر تانترم اللي هي نوبات الغضب الشديدة. تلاقي طفل بقى يتعصب جامد لدرجة يقعد يكسر في الحاجة ويلق أهله بالحاجة. طبعا ده disease. attention deficit بيخش في الحتة دي أحيانا، يعني ممكن يبقى جزء منها يجيله disruptive behavior. oppositional disorder ده على طول ما عندوش أي التزام بأي نظام، في الفصل العضو ما بيقعد، مش عارف نقف الطابور، يفضل يتحرك بره وخارج الصف، حاجه يلتزم بيها ما يلتزمش. طبعا بتلاقي مثلا ناس واقفه في الشارع، تلاقي واحد بس في الشارع راح طالع فجاه، انا ماليش خلق، انا مخنوق، يجي في عياده يستنى، يفضل يتخانق يعني طابور، يفضل يتحايل عشان يعدي الطابور، وقد يؤدي الى يعني حالات بدون لازمه. فده يبقى عنده سلوك اعتراض على السيستم اللي هو المفروض يمشي فيه. ديفيانت ديس اوردر ده بيبقى بيبعد تماما عن المجتمع، وقد يخش فيه قصه يعني قد يكون فيها بقى يخش في الاجرام او الارهاب او الكلام ده. كوندكت ديس اوردر بيضم المجموعه اللي جايه، بيخشوا احيانا في ديسربتيف. وكوندكت ديس اوردرز ده اللي هو سيفير كونديشن، يعني دي موضوع تعتبر حاجه مرضيه وبتحتاج تعديل سلوك او علاج نفسي. ده بيبقى فيها هوستايل يعني سلوك عدواني، واحيانا بيبقى فيزيكالي فايولنت بيهيفير وديسريجارد للاخرين، يعني لا يراعي الاخر. الاطفال اللي عندهم كوندكت ديس اوردر اكزيبيت كرولتي، يعني كرولتي اللي هي القسوه، بيبتدي من بوشينج، يعني مثلا في الفصل تلاقي واحد مش عارف ايه يروح زقه في سن مثلا، خلاص توصل ان هيتنج ممكن يضرب، بيتنج ممكن تلاقيه بيعض كتير زياده عن، في اطفال طبعا صغيرين قوي بيعضوا كلاعب، بيبقى دي عاده ويعض ويعور قدام بتاع، دي بيبقى مشكله. وطبعا ده بيعدي اكتر كمان مجال التيزينج والبولينج، عارفين التيزينج اللي هو بيغزوا بعض، انا مش عارف ايه احسن منك، وانا بابا جاب لي ايه مش عارف ايه، وانا موبايل، يعني يبقى في شويه بيغزوا بعض والبنات يغزوا بعض طبعا، ده اكتر شويه. ده ممكن يبقى نورمال في ليفل معين، لكن ممكن يوصل لدرجه ان هو يبقى يتناسب مع الاخرين في التيزنج، التيزنج اللي هو بيغيظه يعني. بولينج اللي هو التنمر، احنا بنسمع كلنا على البولينج او التنمر، ده طبعا دلوقتي في قانون للتنمر يعني. فالبولينج العادي برضه في حدود، انهم يتريقوا على الواد ده مش عارف ايه، ده قصير، ده قصير، ليه انت ماشي كده، ليه انت شكلك اسمراني مش عارف ايه يعني، ده في تنمر في حدود معقوله. لكن التنمر العدواني بيبقى طبعا ان هو يبتدي يروح يضربه عشان هو اسود مثلا، يضربه علشان اكتيفيتي هو مش راضي يعني. هيرتنج انيمالز، الناس اللي بتاذي الحيوانات، نشوف المناظر الفيديوهات هو ده كوندكت ديس اوردر، الواحد عنده مرض نفسي اللي هو كوندكت ديس اوردر. بيكينج فايتس يعني بيمشي يتخانق، يعني بيقول شكل للبيع. سيفت طبعا اللي هو ممكن يوصل الى الجنسيه والفانداليزم والارسون، دي كلها ديفيشن في البيهيفير بتتضمن العدوانيه والارهاب وتهديد الاخر. نيجي للاشهر فيهم على الاطلاق، ولو انه ليس يعني طبعا هو مهم لانه كومن وكده وشهير، ولكن طبعا برضه في حاجات تانية اللي قلنا عليها واللي جايين زي السبيتش، الحاجات دي زي يسووها. Attention Deficit Hyper Activity Disorder طبعا في سبيكترم كذا حاجة، ممكن نوع منه بيبقى طبعا احنا يعني بنقرا العنوان كده اللي Attention Deficit، يعني واحد مش بيركز، ولكن Hyper Activity طبعا ممكن لما نفكر فيهم نلاقيهم متعارضين، واحد مش مركز معناه ممكن مش فارقة معاه، يعني هو في نفس الوقت ممكن تلاقيه على النقيض ان هو اكتف زياده عن اللزوم، هايبر اكتف بشكل مرضي. ده طبعا بيبقى حاجه ممكن مؤذيه، تخيل طفل الهايبر اكتف ده لو دخل لك العياده ما بخليش حاجه على بعض، بتعرفه بره على طول هو داخل والدنيا متضايقه، وممكن يضرب العيال اللي بره وتحصل خناقات، ويخش العياده ما يخليش حاجه على بعضها ولا المكتب ولا، يعني بيبقى حاجه مؤذيه.
لكن هو احيانا بيبقى فيه بريدوميننس لحاجه اكتر من حاجه، زي ان اتنتيف ده بيبقى غالب عليه عدم الانتباه اكتر من الهايبر اكتيف. طيب السب تايب الثاني هو بريدوميننتلي هايبر اكتيف او امبالسيف، امبالسيف برضه شكل من اشكال العدوانيه اكتر ما يكون ان اتنتيف، وفي كومبايند خلاص يبقى الاثنين مع بعض. فاذا ممكن يبقى عندنا الان اتنتيفنس اللي هو تشتت الانتباه او عدم الانتباه وفقدان التركيز، وفي الهايبر اكتيفيتي، وفي الاثنين مع بعض. ده يمكن اللي هنتكلم شويه في تفصيله بسيطه، ان هو بياخد ان اتنتيف بيبقى فيه سته حاجات موجودين، ان هو fail to pay close attention or to details or make careless اللي هو has difficult sustaining attention، بيبقى صعب جدا يركز، doesn't appear to listen، اما ابص له كده كانه مش سامعني، يعني struggles to follow through instruction، ده بيكافح عشان يوصل يمشي على instruction ما اعرفش يمشي عليه حتى لو هو عاوز، has difficulty with organization، طبعا مش منظم بالمره، هتلاقي ثلاث ارباع ولادنا كده avoids، بس طبعا كريتيريا avoids or dislikes task، يعني يديله مهام فيها تفكير ما يفضل ليها، loses things، ده اللي بيضيع حاجات، طبعا العيال اللي بيضيعوا حاجات لكن ايه كل يوم يراجع المدرسة بضيع حاجة، بس طبعا بتبقى ست حاجات مع بعض دي اللي بتبقى ايه واخدة التشخيص اكتر، easily distracted دي برضو بتبقى من ضمن الحاجة. تمام، وأذر كرتية اللي هي الأنثى أقل من 12 سنة بيقعد فترة متواصلة أكتر من 6 شهور من حاجة ترانزيت، و بيرفيزف إن تو أور مور سيتنجز، يعني ما بيجي لي مرتين متتاليتين أشوفها، وبيبقى فيه سيجنيفيكانت امبيرمنت أوف ديلي فانكشننج، دي حاجات نختار منهم ستة يبقى ممكن ياخد من وين. الهايبر أكتيف سكويرمز أند فيجز، عارفين سكويرمز؟ سكويرمز ده اللي بيتلخبط اللي هو مش على بعضه، هو بيعمل زي الدوده زي ما بيقول، not stay sitting، ده في ما بيقعدش خالص، تمام، runs claims excessively، بيعمل يتسلق ويطلع ويتشعبط ويمشي على الحيط، cannot play work quietly، ما بيلعبش لعب، وحتى نفسه بيبقى يعني بس اديله لعبه تلاقيه يقعد يوقف في الحيطان وفي الكاوير ما يمشي فيه داخل خمس دقائق، on the go driving by motor، يعني ده على طول كانه مركب، يقول لك مركب في رجليه بتاع مشهور ده على طول ما بيونش، بلايرز اوت انسرز، طبعا الانسرز بتاعته او اجاباته غير خالص، ما فيش اجابات واضحه لاي حاجه تساله عليها، انيبل تو ويت فور انسرت، ده بتوع الطابور برضه ما بيقومش بالطوابير ولا تستناش في الدور في العياده ولا دول بيعمل مشاكل في المستشفيات دايما، انسترودز او انتربتس اذرز، ده ما يخليش حد يتكلم يقاطعه كتير جدا، وتوكس اكسسفلي، ده ما بيبطلش كلام. طبعا في صفات كتيره نلاقيها في ناس نعرفهم وقرايبه واولاده وبتاع، لكن طبعا لما بتبقى حاجه مستمره زي ما قلنا سن الاقل من 12 استمر اكتر من 6 شهور بلاقيهم نفس الاعراض موجوده في جلدتين او اكتر متتاليتين، وناخد 6 اعراض من 9 بما فيهم شويه اللي تحت السطر الاخير خالص، يبقى ده بياخد هو الهايبر اكتيفيتي دول مع بعض، وبعدين لو كومبايند اخد كرايتيريا من هنا وهنا بالتساوي واقول ان هو ايه، فده علشان الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر. نركز في بقى ديفلوبمنتال ديسوردرز، حاجه مهمه جدا ولا تقل اهميه عن الاتنشن ديفيسيت، الا وهي السبيتش لانجويج ديلي والانتلكتوال. ناخد الاول سبيتش لانجويج، المعتاد ان احنا عندنا الاطفال في النورمال يعني 6 شهور يبتدي يعمل رد او يعمل اصوات لها نغمه، وده في ريسبتيف، ويبتدي الاكسبريشن بتاعه يبقى فيه لافس او يعمل اصوات، هو يكون يعني يعمل صوت يكون له معنى عنده، وممكن يبقى عندنا نبقى فاهمين يعني الاصوات دي يعني كلام. طبعا 9 شهور ريسبتيف زيها برضو، لكن هنا ممكن بابلز، ممكن يقول سيلابلز، ممكن يقول حرفين يركبهم على بعض اللي هي ماما ودادا، ماما ودادا ما هوش بابا وبابا على فكره، ماما ده الالف يبقوا ده لما الطفل يبطل يقول لك كان بيتكلم وبطل يتكلم، هو ما كانش بيتكلم كان بيقول حروف
والماما بابا ده ده بالنسبة للأم والأب يعتبر إنه كان بيتكلم وبعدين بطل. لا ده هو كان دي مختلفة عن الكلام اللي هيجي، لكن بيعمل باي باي طبعا. دي ضمن حاجات 19 12 شهر ممكن يتبع وان ستيب كوماند، هدي جيبها. فده دي طبعا تطمنا جدا، كانت وان ستيب كوماند دي تطمنا جدا في حاجة، بيسمع بيركز بعرف اسم الحاجة، بيخزنها عنده، بيسترجعها وبينفذ الامر. فاضل له بس يتكلم يبقى كده الدايره كامله. فهنا كده الطفل فول وان ستيب تو وان، دي من الحاجات المهمه جدا عشان لما يجي واحد يقول لك الواد ده بيتكلم متاخر في الكلام، هنا بيبقى لما فول وان تو وان يعني بتطمنا قوي على اللي بعده. بابلز ده اللي هو بيعمل اصوات، بيبقى سامع نفسه كويس. ايميتيد فوكاليزيشن اند ساوند، ساعات تلاقي طفل يجي يتكلم يقول لك ده بيتكلم ياباني، هو بيتكلم كتير جدا لكن مفيش كلام مفهوم، لكن كلام نغمات قريب. ده قرب يتكلم خالص، ده اللي هو قرب يتكلم، ده بيتكلم كتير وبيحكي حكايات، يعني مفيش طبعا، مش بيقول كلام مش مفهوم، مش حاجه خالص، هي اصوات على نغمات لكن ما هياش كلام. وده خلاص قرب يتكلم، بس هو بيحاول يتكلم ونفسه يتكلم لسه لكن مستعجل شويه. لكن هو anyway دي مرحله برضو، ودي علامه كويسه. say one word، هنا بقى يبتدي يقول كلمه، يقول مثلا اسم بابا محمد مش عارف ايه، يبقى هنا بدا يقول كلمه. دي مرحله ان هو بدا يقول كلمه وبرضو حكايه الماي. طيب اللي بعد كده اللي هو 15 شهر ممكن يقول ثلاث كلمات لحد 18 شهر. 18 شهر ممكن مناخيرك فين يشاور عليها، بقك فين كده، ويقول ثلاث كلمات، ممكن يوصل لست كلمات في نهايه الفتره لحد سنتين. بعد سنتين ممكن كومباين ووردز، يبتدي يقول جمل صغيره ويسمي صور. سنتين ونص ممكن يعرف اكثر من اكثر إيه؟ ونص الكلام يعني بيقول كلام نصه مفهوم خلاص. وطبعا دي بيقسموها نص مفهوم للاهل والاب والام، ونص ربعه مفهوم بالنسبه للناس اللي بره، وهكذا يزيد النسبه تدريجيا. ثلاث سنين بيعرف حاجات، تسمي حاجات اكتر، يعرف الالوان، يتكلم كلام كله اندرستاندبل، كل الكلام وان كان للاهالي اكتر من الاخرين ممكن، لكن طبعا بيبقى بيتكلم كلام كبير. اربع سنين خلاص هو كده بيعرف خمس كلمات يعرفهم، مش يقولهم يعني، يعرفهم، يعرف الوان، يعرفهم بالرؤيه بالشكل بالرأي يعني، وكل كلامه understandable لكل الناس، للاهل واللي حواليه. طيب نيجي بقى لمشاكل الكلام او speech disorders. عندنا مجموعة speech disorder من ضمنهم الأبراكسيا of speech، ده إن هو عارف كويس الكلام وعارف معنى الكلمة، ولكن ممكن يكتب ولكن ما يعرفش يكلم خلاص، كانوت دي speech disorder أسبابها مش معروفة. stuttering ودي عارفينها كلها تحتها، ومفيش حد يعني very 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 common speech disorder، أو مش هي disorder، يعتبر مرحلة من مراحل الطبيعية في الإنسان، ممكن يمر بمراحل ستاترنج الطفل لاي ستريس، حتى لو كان شاف قطه في الشارع، حتى لو كان حلم، حتى لو سمع صوت او خناقه في البيت، حتى لو كان شاف حصان، يعني منظر عادي احنا نفسنا ما بقاش مركزين فيه، ايه اللي يخوفه؟ ممكن يقعد ست اشهر ستاترنج، وده طبيعي تماما. فال طبعا اللي ابتدي كلامهم ستاترنج من بدري قوي دول بنخاف منهم، يبقى حاجه جينيتك او كده، وقد نلاقي ابوه زيه. احيانا تلاقي الاب ستاترنج والابن ستاترنج، ده طبعا ده ما بيصلحش حاجه جينيتك او موجود. This are three slurred speech, slow speech, limited tongue show or lip movement، دي بتبقى حاجه فيها جزء ميكانيكال او اورجانيك. طبعا الريزم والبيتش بتاع الصوت، voice quality difficult articulating, liver speech و other symptoms، دي مجموعه كلها ان هو يبقى فيه الكلام نفسه ملخبط. بقى اللدغه اللي هي اسمها الليسبينج غير الليبسينج. ليبسينج قراءه الشفاه او تركيب الصوت على الشفاه، تمام، اسمها ليبسينج. تلاقي في البرامج تلاقي ممكن واحد ياكل صوت، يعني يركب الصوت على حركه الشفايه، ممكن يحط حرف مكان حرف. لا هنا الليسبينج اللدغه، واحد عنده لدغه حرف، طبعا جينيتك معظمها، ودي يعني
بتفضل موجودة على السبازموتيك ديسفونيا. ده كرونيك لينك لونج تيرم ديس اوردر بيأثر على الصوت وكاركترايز بسبازمينج اوف فوكال كوردز. لما ساعات يجي يتكلم يلاقي صوته يتحاش، وده طبعا بيبقى حوار بيبقى مورنينج تايت فيجيتري، احيانا بتبقى سايكولوجيكال، احيانا بتبقى شكل مشكلة الانرجي في منطقه اللارنج. الكلاترينج اللي هو التلاعب الصوتي، واحد بيتكلم وكل حاجه تمام بعد فجاه يتلخبط ويتلخ، طبعا بتبان في حاجات كتيره. الناس بيبقى اندر ستريس، بيتكلم قدام بابليك، بيتكلم في موضوع وطبعا عليه ضغوط نفسيه وبتاع، ممكن يتلع عشان الميوتنس او سيلكتيف ميوتس. الميوتنس ان هو يجي يبلم قدام حاجه معينه المفروض يتكلم ما يتكلم. ساعات سيلكتيف يعني بيبقى هو اختياري، وساعات الكتيف يعني ساعات هو تبقى من الاسترس بتاع السيتويشن نفسه ما يكلمش، او يفضل ما يكلمش، او غصب عنه ما يكلمش. دي اللي هي ميوتنس، دي طبعا بتبقى حاجه بتحصل في اطفال كتير، وتلاقي الاطفال بيتكلم في البيت زي بتاع يروح انترفيو في المدرسه ما ينطقش ولا كلمه خلاص. فده او يروح المدرسه عامه في المدرسه سيلكتيف او الكتيف. افيزيا ده كوميونيكيشن ديس اوردر، وده طبعا بيبقى في برين افكشن، وده طبعا بيبقى البني ادم ما بيتكلمش، لكن طبعا مختلف عن الابريكسيا. الابريكسيا بقى عارف الكلام وفاهمه كويس جدا بس ما عرفش. ديس ارسيا طبعا دي بقى حاجه ميكانيكال. فالافيزيا ده برين ديفكت، والبرين ديفكت ده هو مأثر ان هو ما بيتكلم. سبيتش ديلي بيسموه الاريا، الاطفال اللي هم مش بيعمل النورمال اتيمبتس verbally communicates، وده متأخر في الكلام، ولكن هو تأخير قد يكون بقى في حاجات سوشيال، في حاجات حواليه في البيت، في حاجات سيئة، في طفل جاي بعدين ولد بيخد الاهتمام، يعني لها أسباب زي كده. والأوتيزم ممكن يبقى له إفكت على speech disorder، وهنا بدنا في تداخل ساعات بنجيب اللي هو الانكزايتي نحطها في attention deficit، ونجيب الأوتيزم نحطه في speech وهكذا. احنا قلنا developmental disorders فيها اثنين، فيها واحدة منهم speech والتانية intellectual. intellectual هي كل ما يخص استيعاب المواضيع واستخدام ذكاء المخ، وده بتبقى intellectual disability بتبقى neurodevelopmental، وفيها ثلاثة features: deficit في cognition اللي هو استيعاب المفاهيم. انا جديله احكي له كده، بص احنا العربية بتمشي فلازم وهي طالعة عربية بنزين فبتطلع بسرعة متزايدة لحد ما توصل سرعة كذا، وبعدين سرعة دي اسمها acceleration. فهي قصة، هي مش علم معقد، هي معلومة قد تكون مركبة لكن ما هي صعبة، لكن ما يقدرش يستوعب. هنا التعليم عنده بيبقى صعب جدا. cognition دي بقى بيقولوا كلموا عنها في النوتريشن والايرون ديفيشنسي والفيتامينز والنوتريشن الفاتي اسيدز بتاعت البرين والكلام ده كله ان له علاقه بالكوجنيشن، وشركه الالبان طبعا بتزيد الحته دي، واللبن بتاعنا احسن، وده مش عارف ايه. ف ديفيسيت في تاني واحده ديفيسيت في الادابتيف فانكشن. الادابتيف فانكشن ان هو ادابت دي فانكشن معينه، انه يقدر ان هو الادابتيشن اختلاط مثلا بمجتمع جديد، جوب جديده خالص دخل فيها. نلاحظ احيانا لما نبقى مضطرين ان احنا نعمل حاجات، يعني خارج من كليه الطب عايز اشتغل دكتور اكشف على الناس، حاجه ان انا مثلا بكتب ورق اكتر ما اكشف على مثلا يعني، او ان انا اتخرج من كليه هندسه وعايز اروح اشتغل مثلا شغل يخلوني مثلا انا اقعد وظيفه اداريه او اروح يعني حاجه غير اللي هو. طبعا ده محتاج ادابتيشن مش سهله، طبعا هو لو جدت الخاص بدأ يبقى فيه سلوكيات عكسيه، ده بيسموه ادابتيف فانكشن. الانست طبعا بيبقى في ديفلوبمنتال بيريود، عشان كده دي بتاعت الاطفال اكتر حاجه، كده الحاجات دي بتبقى في الاطفال اكتر حاجه. اللي بعدها على طول اللي هي البيرفيزيف او الاوتستيك سبيكترم ديس اوردرز، طبعا دي برضه كبيره جدا اللي هو الاوتيزم او التوحد، وده persistent deficit في social communication و social interaction across multiple contexts as manifested by 3 of 3 لازم 3 يبقوا موجودين، فعنده مشكلة في التواصل الاجتماعي.
communication, social interaction. Deficit في social emotional reciprocity. Reciprocity يعني اللي هو هو التبادلية يعني هو تبادل تبادل الكوميونيكيشن. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كويس. اه الحمد لله. اخبارك ايه؟ لا تمام. لا مش عارف. دي تواصل اسمها سوشيال ايموشنال. خلاص سوشيال ايموشنال. سوشيال ايموشنال انه ممكن تواصل الكلام مثلا ما يبقاش الهدف من الكلام ان انا اخبارك ايه، ان انا اعرف اخباره، لكن هو نوع من التواصل. ولادك عاملين ايه؟ مش ما يهمنيش قوي نعرف ولاده، لكن نوع من الكوميونيكيشن وهكذا. دي مفقوده. تاني حاجه deficits in non-verbal communicative behaviors used for social interaction. يعني ما عندناش non-verbal communication. هي ايه non-verbal communication؟ نعرفين في communication عندنا verbal وparaverbal وverbal عندنا non-verbal. non-verbal اللي هي body language، انه ما حد يكلمنا ابص له، التفت له، ادور له، ابص face to face، body facing the body، eye to eye contact، الاكسبريشن بتاعت الفيس، الاي براوز، يعني كل دي اللي هي البادي لانجوج اللي هي نون فيربال. في البارا فيربال اللي هي طريقه نطق الكلمات، وفي الفيربال اللي هي الكلمات نفسها. لكن النون فيربال الكوميونيكيشن دي مش موجوده. ان انا قاعد واخد جنب بص لسه بص في الحيطه. في ناس بتقعد بص في الحيطه لما تقول لي ممكن تلاقيه باصص لوشه الحيطه. فده non-verbal communication اللي هي body language مفقودة كتير وما بيوصلكش في وش. ضمن الحاجات اللي بتميز الاوتيزم ان العين يخش لها او الطفل يخش مش بيوصلك فيها، مش اي تو اي كونتاكت. خلاص deficit in development maintaining understanding relationships، ما بقاش فاهم قصة ده بابا مين يعني؟ ماما طب وانا مالي كده يعني؟ ده اخوك يا حبيبي ما مش عارف مثلا اخويا طب وانا يعني في ايه؟ فهي الريليشن شيبس بالنسبه له مش فاهم. ده بالنسبه لك في الفصل ده صاحبك لعب معاه ما فيش. فده طبعا بيبقى هنا السوشيال كوميونيكيشن مفقوده. لازم الثلاثه دول يبقوا موجودين عشان اشخص اوتستيك ديس اوردر. لازم يبقوا موجودين. لازم هنا 3 اوف 3 واربعه. اثنين من الاربعه دول اللي هي في ريستريكتد ريبيتيتف باترن اوف بيهيفير انترست اور اكتيفيتي. يعني بيبقى عنده يبقى الباترن بيهيفير ريبيتيتيف. يقول لك شغل لي الفيلم بتاع توم اند جيري الفلاني اللي هو بيضربه بالملايين. بعد ساعه شغل لي الفيلم بتاعته، بعد ساعه نص ساعه شغل لي الفيلم. تفضل شغل مثلا مده سنه كل يوم مثلا 20 مره طبعا حاجه يعني. او يفضل ماسك حاجه يفضل يخبط فيها مثلا مده 3 4 ساعات بدون توقف. طبعا ده بيتهرى ضرب يعني. ففي ستيريوتايب او ريبيتيف موتور موفمنت اللي قلنا عليها، ماسك حاجه او يتكلم يفضل يقول كلمه على طول، يفضل يردد كلمه ممكن يقعد ساعات مثلا طول النهار يردد كلمه، او يستخدم حاجه بشكل متتابع بشكل لا يمل ولا يكل. ده ستيريوتايب او ستيريوتايب اللي هو يعني في نوع من يعني بيدور حوالين حاجة واحدة. insistence on sameness inflexible adherence to routines or ritualized patterns of verbal non-verbal. دخلنا في الكلام المكالكع شوية. لكن هي ببساطة ان هو يعني هو بيبقى روتيني جدا وغير مرن. روتيني جدا يقوم من النوم يمسك لعبته ويلعب بيها طول النهار. تعال اقعد معانا تعال. طبعا الكلام ده بيحصل في الولاد اللي عندنا كمبيوتر جيمز والكلام ده. لكن طبعا الاوتيزم ده ديس اوردر ولو جينيتك باك جراوند وحاجات الناس ما تقلقش. هايلي ريستريكتد فيكسيتد انترست ذات ار اب نورمال انتنسيتي اور فوكس. يعني بيبقى يعني انتنس بتاعته محدوده جدا، بيلعب بحاجتين اثنين ويفضل يعملهم بشكل يعني تصميم غير طبيعي. هايبر اور هايبو رياكت sensory input or unusual interest in sensory aspects of the environment. هندي بيها مثال بس مش هو. مثلا تيجي تقول له تعال نخرج، لا مش عايز. تعال نخرج، لا مش عايز. تعال نخرج، لا مش عايز. تعال نخرج، لا مش كده يعني. هو مش عايز خالص يغير اي باترن في حياته بالنسبه لي. فدول لو اثنين من الاربعه يبقى ممكن شخص.
السيمتومز لازم تبقى بدري في الديفلوبمنتال بيريود، عشان كده دي من الحاجات الديفلوبمنتال ديسوردر، او من أو في الاطفال اكتر حاجة. لازم تبتدي بدري في الديفلوبمنت. والسيمتومز كوز كلينيكالي سيجنيفيكانت امبيرمنت في السوشيال اوكيوبيشنال اور اذر امبورتنت ارياز اوف كرنت فانكشن، يعني الاعراض دي بتخليه لا يتعلم ولا يتواصل كويس مع عيلته، ولو اشتغل برضه لو جيت له يعني شغل، الناس اللي بتشتغل في سن مبكره بتلاقيه على طول مش نافع في شغله، حاجات من هذا القبيل. فده طبعا من ضمن الحاجات.